أهلا بكم. أدان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع في قرية خور غرب مدينة تعز. المركز في بيان له أوضح أن مجاميع من الميليشيا حاصرت القرية التي تقع بمنطقة الضباب منذ الثلاثاء الماضي واقتحمتها وأقدمت على تهجير سكانها بقوة السلاح. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: التهجير كانتهاك جبلت عليه ميليشيا الحوثي منذ بداية تحركها لإسقاط الدولة، وأين هو دور المنظمات الدولية للحد من جرائم التهجير التي ترتكب باستمرار؟ من تفجير منازل الخصوم السياسيين إلى قصف مساكن المدنيين إلى تهجير الآلاف وإجبارهم على النزوح إلى مناطق لا يعرفونها، انتهاكات يومية تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المواطنين أمام واقع صمت دولي وعدم تحرك لإيقاف ذلك. فمنذ دخولها منطقة دماج مرورا بصنعاء حتى وصولهم تعز، فجرت جماعة الحوثي مئات المنازل وهجرت ساكنيها في جميع المناطق التي سيطرت عليها، وارتكبت انتهاكات إنسانية لم يشهد لها العالم مثيلا منذ عصور الحروب الغابرة. وخلال 3 سنوات من الحرب تم تهجير الآلاف من الأسر، بعضهم في مناطق المواجهات وبعضهم بعيدون عنها، ومن ظل مناهضا لسلطة الجماعة في مناطق سيطرتها تعرض للتنكيل وفقد ممتلكاته، وهذا ما هو إلا جزء من الانتهاكات التي لا تعد ولم تتوقف. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. إنها أول خطوات الذهاب إلى المجهول، فهؤلاء لم يخططوا لهذه اللحظات ولم تكن على بالهم، وهذه ليست رحلة بالتأكيد أو ذهابا إلى وجهة تم تحديدها سلفا. تبدو ملامحهم شاردة وكلهم يفكرون بإجابة لسؤال مصيري: إلى أين نحن ذاهبون؟ لا إجابة محددة يطمئنون بها أطفالهم الذين تركوا الحياة خلفهم على حين غرة، باستثناء إجابة القروي البسيط التي تحضر في مثل هذه المواقف: أرض الله واسعة. نعم هي واسعة، ولكن حرب الميليشيا أيضا شاملة، يقول آخر. تلك هي الصورة التي شاءتها ميليشيا الانقلاب لأهالي قرية خور غرب مدينة تعز وما أقساها. قبل يوم فقط كان لكل واحد منزل يحتويه وأطفاله، والمنزل في عرف اليمني وطن، أما اليوم بلا وطن. كل أمل هؤلاء أن يجدوا ساترا يقيهم حر الشمس وبرد الليل، قد يكون ذلك الساتر خيمة في القفار البعيدة، أو ربما حيزا ضيقا في إحدى المدارس المجاورة، وربما لا يجدون سوى العراء بانتظارهم. ذلك بالنسبة للمأوى، أما الماء والكلاء فتلك معاناة أخرى تنتظرهم. الهروب من جحيم القصف قد لا يعني النجاة، فللموت هنا أسباب كثيرة، قد يكون انعدام الغذاء أحدها، وقد يكون الافتقار لأبسط الخدمات الصحية، وذلك هو واقع الحال في اليمن. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن انضم إلينا الآن من القاهرة، عرفات رفيد مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ عرفات. أهلا وسهلا بك أستاذ عرفات، تسمعني؟ أي نعم. نعم أهلا بك. إذن منظمات حقوقية محلية عديدة أدانت ما تقوم به الميليشيا من حصار وكذلك تهجير قصري للسكان المدنيين في بعض مناطق الريف بمحافظة تعز. مركزكم أول هذه الجهات التي قامت بالرصد والتوثيق، أعطنا تفاصيل ما يحدث. شكرا جزيلا أولا على تصويتكم على هذه الزاوية الهامة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وموضوع التهجير القصري للمواطنين والسكان في مدينة تعز. نحن نعرف أن جماعة الحوثي وصالح تمارس عملية التهجير بشكل ممنهج، بداية من دماج مرورا بصنعاء وتعز كما ذكر تقريركم، ونعرف بأن هذه الممارسة الممنهجة هي إحدى جرائم الحرب التي ترتكب وانتهاك القانون الدولي للإنسان. كانت يوم الثلاثاء الماضي هي آخر ضحايا قرية خور في منطقة الربيعية في محافظة تعز، وهي من القرى القريبة من مناطق الاشتباكات التي في غرب محافظة تعز. التقرير واضح جدا بأن هناك المدنيين
كان تم محاصرة هذه القرية بقوة السلاح وضرب المدفعية الهاون عام في هذه القرية واقتحامها تحت غطاء إطلاق النار وإلزام الأهالي والسكان على مبادرة هذه القرية بقوة السلاح وأيضا في مسألة اعتقال العديد من أبناء هذه القرية وأيضا هناك إصابات مباشرة بعد إطلاق النار على بعض هذه الأهالي. الإحصائية الأولية هناك أكثر من 15 أسرة تم تهجيرها حاليا وما زال الرافدين يعملون على مسألة متابعة هذه الأهالي. 15 أسرة تتحدث عنهم أستاذ عرفات؟ 15 أسرة؟ أي نعم، هذه الإحصائية الأولية 15 أسرة من تم تسجيلهم أو من تم الاعتقابهم حاليا الرافدين في الميدان الذين نزحوا من هذه القرية إلى قرى مجاورة أو الذين دخلوا إلى مدينة تعز في مسألة التهجير، تم الاعتقابهم وتم توثيقهم وتوثيق هذه الحالات بشكل ممنهج ومهني لمسألة التهجير القصدي التي ترتكبها ميليشيا الحوثي. طيب هل يعني بالنسبة لهؤلاء المهاجرون قصرا هل أوضحوا الأسباب التي وفقا لها تم إجلاؤهم من القرية؟ هل تحدثت ميليشيات الحوثي حول هذه الأسباب؟ نحن نعرف بأن هذه ممارسات منهجية تستخدم من هذه الميليشيات المسلحة منذ بداية انقلابها على السلطة الشرعية وانقضاضها على مؤسسات الدولة، وخلال هذه الفترة نحن نعرف أنها مارستها في قرية بلاد الوافي وما زالت تحاصر هذه القرى وتمنع أيضا تقديم المساعدات الإنسانية للكثير من النازحين أيضا في منطقة الطول وفي منطقة الضباب في منطقة الربيعي، فكل هذه المناطق ما زالت أيضا ترزح في مسألة الكثير من النازحين الذين يخافون الإرهاب الذي يمارسه ميليشيا الحوثي من مسألة القصف اليومي على هذه القرى وأطرافها ومسألة إجبارهم على إخلاء هذه القرى لتحديد مساكن أو مناطق عسكرية تحت سيطرتهم وأيضا لمسألة السيطرة العسكرية على هذه القرى واستهداف المدنيين بشكل مباشر. طيب كان هناك حديث عن اعتقال البعض من رجال هذه القرية، هل عرفت معلومات حول أعداد هؤلاء؟ حقيقة إلى حد الآن هناك أرقام متفاوتة في مسألة المعتقلين في هذه القرية، ولكن نحن كما نعرف أن هناك أيضا إصابات في هذه ولم نستطع كرافدين الدخول بسبب أولا تلغيم القرية بشكل مباشر بالنسبة للرافدين، القناص الذين اعتلوا هذه المباني وعدم تمكن الرافدين من دخول القرية والالتقاء مع بعض النازحين منهم المصابين ومنهم المعتقلين، ولكن تم هناك لحد الآن أكثر من 6 أشخاص إلى 7 أشخاص هم ما زال يعني أسماؤهم التي توفرت في مسألة الاعتقالات لدى جماعة الحوثي. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عرفات. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام أستاذ نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أهلا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. إذن أستاذ نجيب دعنا نبدأ بسؤال أولي، بسؤال عام عن دوركم في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فيما يتعلق بتدابير حماية النازحين وتوفير احتياجاتهم من الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأخرى. شكرا لك أخي العزيز وشكرا لضيفك الكريم. كما تعلم هي أكبر موضوع كبير ويحتاج إلى جهود أكبر من قدرات اليمنية الطرف الانقلابي. يبدو أن هناك إشكالية في الصوت أستاذ نجيب، سنحاول العمل على حل هذه الإشكالية، لكن إلى حين ذلك سأعود إلى السيد عرفات الرفيد. أستاذ عرفات، يعني إذا ما أخذنا تقييمك أنت كمركز معلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، كيف تنظر إلى مستوى تحرك المنظمات خصوصا الدولية أيضا فيما يخص الانتهاكات المتكررة خصوصا جرائم التهجير القسري التي ترتكب من قبل الميليشيا في تعز؟ حقيقة نحن نعرف بأن دائما المنظمات الدولية لديها عملها القاسي، مثلا نحن دائما نقاتل هذه المنظمات وخاصة في مسألة التدخل العاجل والإغاثي وتقديم المساعدات والعون لهذه النازحين والمهجرين فترا، في مسألة تقديم
المساعدات الإنسانية السريعة، وإن مسألة إيواؤهم، توفير السكن، توفير مناطق آمنة لهم. وهناك استجابة كثير من هذه المنظمات، السلطات المحلية وأيضا وحدة النازحين الموجودة في رئاسة الوزراء تستجيب بالعديد من هذه المخاطبات وهذه الرسائل، ولكن نحن نعرف أن هناك قصور فيما يتعلق بالتواصل، والإشكالية الحقيقية هي المناطق والممرات الآمنة للوصول لهذه المسكرين في هذه المناطق التي لا زالت تحاصر من قبل القناصة، التي لا يمكن للجميع من تحرك المنظمات الإنسانية والإغاثية للوصول للعديد من هذه الأسر، وهو ما يتطلب الوقت الكبير في مسألة الحصر والإحصاء وكذا. ودائما نحن نحاول أن نوصل للأسر في مسألة أن يكون هناك إحصائية دقيقة ومهنية في مسألة تقديم هذه المساعدات الإنسانية. هناك استجابة، ولكن نحن عارفين الإشكاليات الإدارية والميدانية التي دائما ما تعيق المنظمات الإغاثية والإنسانية كمنظمات دولية محلية أو شركائها المحليين في تقديم الأوتشا، تستعين دائما بشركائها المحليين في تقديم هذه المساعدات. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عرفات. يعود إلينا الأستاذ نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. كنت سألتك أستاذ نجيب حول دوركم أنتم في الوحدة التنفيذية فيما يتعلق بتدابير الحماية وتوفير الاحتياجات الإيوائية والإنسانية للمهجرين والنازحين. أتمنى أن يكون الصوت الآن واضح. تفضل. شكرا لك عزيزي. بالنسبة لقضية النزوح، هي قضية أكثر من قدرات الحكومة اليمنية أو أكثر من قدرات حكومة مجتمعنا، نظرا للعدد الهائل من النازحين الذي يفوق الآن أكثر من 2,600,000 نازح، ولا زال العدد في تزايد بشكل مستمر. الوحدة التنفيذية كانت في السابق تحت سلطة القيادين، وللأسف الشديد استخدموها لاستخدام السيء. كنا نعتقد أنهم أن العمل إنساني بحت لن يستثنى أحد، لكنهم حاولوا أن يستخدموا هذه الوحدة لاستغلال الدعم المقدم للنازحين. نحن الآن في الوحدة التنفيذية نقوم بعملية تنسيق ما بيننا وبين بعض المنظمات، مجموعة من المنظمات الدولية، وتزويدهم بمعلومات وتوجيه الدعم بشكل أو بآخر لجهات معينة. أيضا هناك تعاون بيننا وبين الإخوة في المركز الملك سلمان. هناك الآن، وهو الأهم، أننا نعكس على إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة النزوح بشكل عام، سواء كان النزوح الذي النازحين الجدد أو عملية إعادة وتسكين النازحين السابقين. أنتم ومن هذه الاستراتيجية تعكفون على إعدادها مع من؟ نحن في الحكومة، في الوحدة التنفيذية، الحكومة اليمنية ممثلة بالوحدة التنفيذية. من أجل بعد ذلك نوجه عملية الدعم الدولي نحو النازحين بالشكل الصحيح. مفهوم. طيب، يعني هناك الكثير ممن يتحدث على أنه في كل مرة يحدث انتهاك في تعز نرى فارقا كبيرا في تعامل المنظمات الدولية، لكن كما يبدو أنه غير جاد تجاه هذا الضغط لمنع هذه الانتهاكات. يعني بمعنى هناك حديث لكن ليس هناك ضغط لإنهاء الانتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي ومن يقوم بهذه الانتهاكات. كيف يمكن فهم الأمر عموما بالنسبة لكم؟ بالنسبة لنا، نحن نعتقد أن الكثير من المنظمات الدولية، رغم أن الرياسة الإنسانية اللافتة الإنسانية يتكلمون باسم الإنسانية، لكن هناك توظيف سياسي لعملية الملف الإنساني باليمن بشكل عام، بحيث أنهم يتعاطوا تعاطي غير محايد مع الانتهاكات. فنراهم يتكلمون في انتهاكات تقع في منطقة ويصمتون عن انتهاكات وبنفس الطريقة تقع في منطقة أخرى أو من كده جهة أخرى. نرى مثلا مناطق محاصرة منذ سنوات، لا مثل تعز مثلا، لا نجد احد يحرك ساكنين من هذه المنطقه حتى ولو بإدانة. نرى ايضا ان كثير من مثلا السيد ستيفن براين منسق الشؤون الانسانيه ملغي عن دخول تعز، لم يحصل شيء يعني من قبل جماعه الحوثي بسبب التوظيف السياسي للقضيه الانسانيه والخصوم والانتهاكات. يتم التغاضي عن كثير من الانتهاكات من قبل المنظمات الدولية،
نحن الآن نأمل أن نفتح معه صفحة جديدة مع المنظمات الدولية، صفحة تعاون وتعاطي مع الملف الإنساني بحيادية وتجريد الملف الإنساني للأجندة السياسية. في الأسبوع الماضي كنت قابلت دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وأول توجيه له كان لنا بأننا نناقش الملف الإنساني عن أي صراع سياسي أو غير سياسي، ويكون الملف الإنساني يبحث عن الإنسان أينما كان، سواء في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية أو تحت سيطرة الانقلابيين. وعلى هذا الأساس وبناء على هذا الخط العريض سنعمل مع المنظمات الدولية إن شاء الله بناء على الملف الإنساني في المستقبل. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نجيب. أعود إلى السيد عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان. دعني يعني أستاذ عرفات أسألك حول كيف تنظر إلى الدور الحكومي أو حتى دور السلطة المحلية في تعز فيما يخص معالجة مشكلة المهجرين، سواء في توفير المساكن أو غيرها من الاحتياجات. الحقيقة نحن نعرف دائما هذه إشكالية هامة تواجهها دائما السلطات المحلية، ليس فقط في محافظة تعز ولكن بشكل عام في المحافظات التي واجهت مثل هذا الموضوع في مسألة التهجير القسري للنازحين والسكان. هناك دعني أقول أن هناك قصور إداري في مسألة التواصل مع هذه المخيمات ومع هذه المناطق، ونحن نعرف أن طبيعة اليمنيين هو الإغاثة الأخوية. هناك قصور من قبل السلطات المحلية في هذه المحافظات، هناك أيضا قصور في مسألة التواصل وعدد إحصائية البيانات التي يحصل عليها دائما نحصل عليها من المنظمات المحلية، لا يمكن أن نجد هناك إحصائية من داخل محافظة معينة أو من قبل السلطات المحلية في عدد المهجرين أو عدد النازحين. الأرقام الرسمية نفتقدها دائما، لا يوجد هناك بيانات واضحة، دائما هناك قصور فيما يتعلق بالموضوع النازحين والمهجرين فقريا. نحن نعرف بأن هناك خلل، ولكن كما تحدث الزميل نجيب السعدي أن هناك أيضا استراتيجية قادمة للحكومة، أتمنى أن نرى فعلا تحسن في آلية العمل في موضوع النازحين والمهجرين فقريا، أن يكون هناك تواصل مع المنظمات المحلية، أن يكون هناك عمل جادي في مسألة المهجرين قصريا، في مسألة أيضا التواصل مع المنظمة الدولية والمنظمة الذاتية والإنسانية في تقديم هذه المساعدات وسرعتها والتواصل. نحن نعرف العوائق الإدارية وأيضا العوائق الميدانية التي تعمل على الحد من التدخل السريع والمباشر في إغاثة هذا الناس، ولكن دائما نقول بأن هناك دائما خط أو ممرات ثانية يمكن أن توفرها الحكومة والجيش الوطني لتقديم المساعدات الإنسانية. دائما ننظر للعمل بشكل إيجابي ومتفائل في مسألة تقديم هذه المساعدات من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية. وأتمنى أن يكون هناك أيضا تجاوب فعلا من السلطات المحلية وأيضا الحكومية في تقديم هذه المساعدات، ويكون هناك توافق حقيقي في الميدان لتقديم هذه المساعدات. أشكرك إذا الأستاذ عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إلى الأستاذ نجيب السعدي، أستاذ نجيب يعني يقول البعض يعني هم بعض يتحدثون أن الدور أو تعامل المنظمات الدولية بهذا الشكل يعود إلى تمكن العديد من الناشطين التابعين لجهات الإنقلاب من إثبات فاعليتهم عند هذه المنظمات الدولية بالمقارنة مع أولئك الناشطين والراصدين التابعين للشرعية الذين كما يبدو أنهم لا يعملون بشكل جاد في التواصل والرصد. كيف تتعاملون أنتم مع هذا الواقع؟ طبعا الموضوع إلى حد ما صحيح بسبب أن جماعة الحوثي والإنقلابيين ورثوا مؤسسات الدولة. هم ورثوا الوحدة التنفيذية المعنية بالتواصل مع المنظمات الدولية فيما يخص جانب إغاثة النازحين وإيواءهم، والمنظمات لم يكن لديها إلا أن تتعامل معهم. هذا سبب أعتقد أنه كبير وسبب وجيه لأن الإنقلابيين استطاعوا عبر الوحدة التنفيذية توكيل الدعم من قبل المنظمات الدولية للجهات التي يريدوها هم أو المناطق التي يريدوها هم.
نحن الآن في الحكومة اليمنية وفي الوحدة التنفيذية نعمل على تفعيل دور الوحدة التنفيذية تحت رعاية الحكومة الشرعية. سيكون هناك توصيل للقضايا بشكل شفاف وبشكل محايد بعيدا عن أي أجندة سياسية، وبحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء لنا بأننا نتعامل مع الناجحين وكل الناجحين في جميع أنحاء اليمن، سواء المناطق التي يسيطر عليها الشرعية أو المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، كمواطنين يمنيين تقع مسؤولية إغاثتهم ومسؤولية العناية بهم تقع على عاتق الحكومة اليمنية. ما نأمل خلال الفترة القادمة سيكون هناك تحسن إن شاء الله في الملف الإنساني بشكل كبير وملحوظ، وطبعاً هذا سيكون بتعاون مع المنظمات الدولية. نعم، طيب بسؤال أخير، يعني عندما نتحدث عن المنظمات الدولية هناك حديث عن توظيف سياسي تقول، لكن بتقييمك هل ترى أنها ضحية تزييف من قبل من تتعامل معهم في الداخل، أم أنها هي من تتحكم بهذه العملية لأهداف ما؟ في الحقيقة هناك عدة أشياء تؤدي إلى عملية التوظيف هذا الذي نتكلم عنه. أولا هناك جانب التزييف في الحقائق، ثانيا انه هي تتعامل مع جهاز كان تحت سيطره الانقلابيين وهو يغذي هذه المعلومات التي يريد ويغذيها بالطريقه التي تريد، ثالثا المنظمات الدوليه خصوصا المنظمات الانسانيه لا تحقق احتجام مع اي جهه كانت، وهي تخشى رده الفعل من قبل الجماعه الحوثيه والجماعه الانقلابيه ومنعها من ممارسة عملها في بعض المناطق التي يسيطرون عليها، لذلك تحاول أن تتماهى مع أجندتهم. أيضا هناك عامل سياسي واضح لتضخيم العملية الملف الإنساني واستخدام ورقة الملف الإنساني للضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي وإحراجها أمام المجتمع الغربي. هذا كلها الأسباب مجتمعة أدت إلى إلى تعامل المنظمات الدولية بشكل غير يعني غير المطلوب. طيب يعني بنقطة أخيرة أستاذ نجيب، وإن كنت جئت بنقطة أخيرة أخرى، بالنسبة للاحتياجات بالنسبة لكم أنتم في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، هل تكفي؟ يعني تتحدث عن 2 مليون نازح، لكن هناك من يهجر قصريا وهناك من ينزح بشكل آخر بخلاف التهجير القصري. الحالات الطارئة هل لديكم ما يكفي للتعامل معها من احتياجات؟ إلى الآن لا يوجد لدينا ما يكفي لمواجهة هذه الاحتياجات. نكون واضحين وصريحين، نحن هذه الاحتياجات تواجه عبر مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي، مشكورين يقومون بجهود جبارة، إضافة إلى بعض المنظمات والجمعيات الأهلية التي تقوم بتغطية هذه الثغرة. نحن الآن ضمن الاستراتيجية نعمل على أن يكون هناك مخزون لمواجهة الحالات الطارئة لدينا، ويكون هناك آلية لمواجهة هذه النزوح الجديد والطارئ. إذن أشكرك أستاذ نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولضيوفنا الذين كانوا معنا. وتجدر الإشارة بنهاية هذه الحلقة إلى أننا حاولنا التواصل مع الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، لكنه لم يرد على الهاتف بعد الاتفاق على الخروج أو الظهور في الحلقة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجهي السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.